وثق بث مباشر لوكالة الفضاء الأمريكية ناسا على منصة يوتيوب خروج رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي من معادلة الضغط في محطة الفضاء الدولية ليصبح بذلك أول عربي يسير في الفضاء وتحمل مهمة السير في الفضاء وهي الرابعة لهذا العام خارج محطة الفضاء الدولية تحمل أهمية كبيرة حيث أدى رائد الفضاء سلطان النيادي إلى جانب رائد الفضاء ستيفن بوين من وكالة ناسا عددا من المهام الأساسية منها العمل على صيانة محطة الفضاء الدولية وتحديثها ويتمثل الهدف الأساس لهذه المهمة في تغيير وحدة آر إف جي الخاصة بترددات الراديو كما وسيكمل النيادي والفريق سلسلة من المهام التحضيريه لتركيب الالواح الشمسيه